الحدث الأبرز على مستوى صناعة السيارات بشهر أدار 2019 كان معرض جنيف الدولي 2019 يلي كان عم بيحتفل هالسنة بنسخته 89. عدد كتير كبير من السيارات كان عم بيتم تقديمها بمنصات المعرض، ولكن الأبرز بين كل هالسيارات كانت عم تقدمه شركة بوغاتي، وبالتحديد أكثر السيارة يلي أطلع عليها لافواتور نوار أو السيارة السوداء، وتم بيعها لأحد الأشخاص. فضلت شركة بوغاتي إنه ما تفصح عن هويته، ولكن عم بينحكى تقريبا أكثر من 20 مليون دولار، علما إنه قوة محرك هالسيارة بيبلغ 1475 حصان، وهي هالسيارة كانت احتفالا بالعيد 110 لبوغاتي، وتم استيحاءها من طراز الأتلانتيك 57. شو رأيكم شباب، رخيصة ولا غالية؟ عم تحكي برقم 20 مليون دولار، انه رقم طبيعي هيدا واحد يحكي فيه يعني بلا زوايد. 71 مليون ريال سعودي، رقم ضخم جدا زي ما انت تفضلت. بس أجان هذه السيارة ذكرى، ثاني شيء هذه السيارة تكون واحدة من واحدة في العالم كله، فليش ما يطلب هذا السعر؟ انا برأيي من السيارة انه موجودة حتى الناس تشتريها، يعني هذا شخص واحد طلب انه هالسيارة انا بدي اعملها، يمكن في سعره يحطوا حقها 50 حتى مليون دولار، مين بيقول لهم لا؟ بس انه منطق بعد انت عم تقول 20 مليون دولار بعد ما في عندنا الزوايد اللي عم نحكي عنها. والإشاعة طالعة الايام هذه انه اللي شاريها هو فيدران بيش، وهو اللي دخل بوغاتي على فولكس فاجن خلال السنين الماضية. هو حفيد مؤسس شركة بورش، فيرديناند بورش، واكيد هيدي الإشاعات اذا بدك اعتبر 80% مزبوط. الشعور بالمعرض بس تمرق من حد لفاتور نوار شعور كتير حلو، بتحس في عظمة ضخامة، بتحس انه كل السيارات الموجودين بالمعرض بمال، وهي مال والفاتور نوار موجودة بمال. خصوصا هلا شتيفن وينكلمان سي او لامبورجيني السابق يلي استلم هلا بوغاتي، عنده هيدي الفكره انه دائما يكون في سيارات فيري اكسكلوزيف، سياره واحده لشخص واحد بس هيدي هي، ويكون في عندها الحصريه.